بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن من الاحلام اللي بيتكلم قدام حضرتك ده ان هو يمسك البورده ويقعد يتكلم على تحليل مباراه الاهلي تكتيكيا، ويقعد يتكلم على طريقه موسيماني النهارده كانت جيده ولا مش جيده، ويتكلم على النقط التكتيكيه بتاعت بيسو موسيماني والافكار الفنيه اللي الراجل بيقدمها. بس المشكله عزيزي ان الواحد كل مباراه بيتفرج فيها على الاهلي مع موسيماني مش بيلاقي اي حاجه خالص. والله بجد يعني مش محش عليك، يعني كل اللي احنا بنلاقيه في كور طويله بتتلعب على مهاجم سريع وراجل موفق وهداف واديله بقى. طب هنعمل ايه تاني غير كده؟ محمد مجدي قفشه لو في الملعب بيصوب، طب عمرو السلاله لو في الملعب بيحاول ان هو يصوب، طب الاجنحه؟ لا، ما احنا متفقين من السنه اللي فاتت ان الاهلي عنده مشكله في الاجنحه، وان طاهر محمد طاهر تجربه هتكون مثيره، لان ما حدش فاهم التجربه دي هل هتكون ناجحه وهتخلق نسيان لجماهير الاهلي لرمضان صبحي، وهل تجربه حسين الشحات نسخه العين الاماراتي اللي احنا بنحلم بيها هتوصل السنه دي ولا لا؟ للاسف نسخه الشحات اللي بنحلم بيها لسه ما وصلتش، ونسخه طاهر محمد طاهر كانت طاهر زحليه الماتش اللي فات، بس دلوقتي بقى طاهر الهداف عشان الراجل سجل النهارده قدام الجونه. المشكله كلها في التقييمات اللي انت مش فاهم هي بتبقى تقييمات بناء على ايه. يعني الاهلي بيعاني من مركز الاجنحه، والاهلي باين قوي ان هو عنده مشكله من الاجنحه السنه اللي فاتت. لا، احنا السنه دي كويسين، ليه؟ خدنا دوري ابطال افريقيا، هنجيب اجنحه بيه ايه؟ خلاص كده عدينا البيج زون، احنا وصلنا لبطوله دوري الابطال، مش عايزين اي حاجه تاني. طب يا جماعه بالنسبه ان احنا عندنا مشاكل كتيره قوي جوه الملعب، مشاكل احنا واخدين دوري ابطال افريقيا لسه راجعين من كاس العالم للانديه، طب الجدول مضغوط، اتحاد الكره عمل علينا مؤامرات، طب احنا مش قلنا من السنه اللي فاتت ان يا جماعه نلغي الدوري؟ قال لك لا ما تلغوش، احنا عايزين نكمل الدوري ولازم استكمال الدوري، وقرار استكمال الدوري لازم يتاخد. طب يا جماعه السنه الجايه هيكون في جدول مضغوط يا اهلي، هيكون في جدول مضغوط يا اهلي، هيكون في جدول مضغوط يا اهلي. لا، لما نوصل السنه الجايه يبقى يحلها ربنا، ولما وصلنا للسنه الجايه ووصلنا للجدول المضغوط اتحاد الكره عمل علينا مؤامره. اه والله بجد احمد مجاهد ولجنته عملنا مؤامره عشان ما ناخدش الدوري. طب يا جماعه مش قلنا لكم السنه اللي فاتت ان احنا هيكون في جدول مضغوط ونلغي الدوري ونبدا على النظافه؟ قلتوا لا، احنا محتاجين نكمل ونلعب وقتها يحين الميعاد ويحلها ربنا. وصلنا للجدول المضغوط مع مدرب زي موسيماني مع اصابات كتيره قوي، بدات تلاقي ان اللعيبه بتوع اصابات عضليه، وكل بيتكلم على حته الاجهاد ومحدش بيتكلم خالص على برنامج الاعداد البدني او اعداد مخطط الاحمال. الراجل بسم الله ما شاء الله واضح ان الراجل ناجح بامتياز في شغله، بس يعني انت جايب مدرب احمال مع موسيماني، فانت هتقيم الراجل بناء على ايه؟ قيمه على موسيماني اساسا، موسيماني اللي كل تغييراته بتقول لك ان الراجل بسم الله ما شاء الله سباك وهربان من المهنه بتاعته وجاي يستخبى عندنا هنا في الملعب، اللي هو حبيبي انت مهنتك شريفه، روح كملها عندكم في جنوب افريقيا، جاي تعرفنا احنا ليه؟ يعني الفرقه ماشيه كويس، واضح قوي انك ممكن تجيب التاني قدام الجونه، شط على اسلام طارق كوره من نص الملعب عملت باند ودخلت، ده معناه انك بسم الله ما شاء الله وشوطه ثلاجه هتيجي. اه كره قفشه بعدها جت في العارضه، اه بعدها لقينا ان مجدي قفشه شاط شوطه حلوه، هتقول لي ايه ده فين الشوط الاول؟ لا، ما الشوط الاول كان شوط من نجم السنين، ما وصلناش اي حاجه خالص، حتى اسلام طارق ما بدلش الجون الشوط الاول، ما عملناش اي حاجه خالص. ناصر ماهر حته الزياده قوي اللي في كل كوره ناصر ماهر بياخدها، لمسه والثانيه والثالثه والرابعه، وروح صالح جمعه اللي بدات ترفرف في الملعب دي، وحسين الشحات ولسه بيحاول يرجع نفسه، وكهربا والحنكشه، وحته ان انا عايز انا اللي اسجل بس عشان خاطر اروح ابوس التيشيرت واقول للناس اهو افضل جناح في مصر اهو يا جماعه، محمد شريف اللي تاهي قدام علشان خاطر مش لاقي اي حد بيبصي له، ولا حتى في كور طويله بتجيله، ولا في اي حاجه خالص. فالشوط الثاني قرر ان احنا هنبدا بالتغييرات، وقرر ان احنا ننزل مجدي قفشه، وكمان هنقرر ان احنا خلاص يا جماعه احنا كده محتاجين ان احنا بقى نهاجم، ولازم ان احنا نهاجم ومحتاجين ان احنا نسجل من دلوقتي. طيب قشطه، تمام، فين وليد سليمان بقى؟ وفين شنطه الاجوان؟ او حتى فين مثلا نزل لي صلاح محسن؟ نلعب باثنين مهاجمين يعني زي خلق الله كلهم اللي بيطمعوا في الماتش، ننزل جناح ثاني؟ لا، احنا هنطلع كهرباء يا جماعه وهننزل طاهر محمد طاهر. والله كويس طاهر الراجل نزل وسجل، ولقينا ان مره واحده رجعنا وتراجعنا وقررنا ان احنا نلعب مرتدات. احنا بنلعب الجونه نرجع ونتراجع ونلعب مرتدات؟ طب ما احنا ممكن نسجل الثاني والثالث عادي، ودي هويتنا اساسا ان احنا فريق ما بيرضاش بالهدف الواحد، ان احنا فريق بنجيب الثاني والثالث. اه ده كان زمان قبل تجربه موسيماني يا حبيبي. طيب احنا دلوقتي كملنا ورجعنا ندافع، عارفين ندافع ولا عارفين نلعب على المرتدات؟ لا، ما احنا غيرنا ونزلنا صلاح محسن. طب احنا بنعمل ايه بالظبط؟ اه بنلعب 4-4-2، اه والراجل بيقرر ان هو يطلع حسين الشحات ونازل محمد هاني. لا كويس، هنقفل المساحات احنا بقى على الجون اللي هم اساسا رضا شحات عمال يقول لهم من على الخط هاجموا. والله تقدروا تتعادلوا يا جماعه، هاجموا هاجموا، والعيال ما بتحاجمش ولا اي حاجه علشان خط تلاقي كرة فاول في الدقيقه 85 بتتلعب، محمد نجيب بيقدر يحولها لهدف التعادل علشان المباراه تكون انتهت اكلينيكيا بنتيجة 1-1 من بعد الهدف. هتقولي لا، ما احنا كنا ممكن نسجل. ممكن نسجل ايه يا باشا؟ حتى محمد الشناوي اللي كان رمز الرجوله في الملعب دلوقتي بقى بيحاول ان هو يعدي من اللعيبه بتاع الجونه، اللي هو بتتريقوا عليا وتقولوا لي نسخه نوير، انا هوريكم نوير بجد، ولازم كل الكره بدأها من تحت.
هو انت بتعاند فينا يا شناوي؟ حتى انت اللي كنت رمز الرجوله في الفريق بدات تتدلع. احنا ما عندناش دلوقتي غير الواد اكرم هو المقاتل وهو قلب الاسد. يا جماعه انا بقول لكم ان حرفيا ما فيش ضابط ولا رابط في فريق الاهلي وما فيش حد واقف على الدكه. ملايين اللعيبه ما بتصدقش وبتقول لا. موسيماني مدير فني ومدير فني كبير جدا، بس العيب كله في اتحاد الكوره الفاسد الحقير اللي بيقرر ان هو يعمل مؤامره علينا. لو انت لسه ماشي بالدماغ دي فالكلام معاك هيفضل متعب والكلام معاك مش هيجيب ولا يودي. فتعادل النهارده يسال عنه تغييرات السيد العبقري بيتسو موسيماني ويسال عنه حاجات كتيره جدا بتحصل جوه الاهلي ما حدش فاهم ايه اللي بيحصل. كهربا بيبقى بعيد مره واحده بتلاقي كهربا رجعه بقى اساسي، مش فاهم اي حاجه. لو انت فاهم فاهمني، ولو انت ما عجبكش الفيديو فبراحتك يا صديقي، اعتبره 90 دقيقه من عك بتشوفه، اعتبره ماتش المصري اللي فات اللي بتلاقي ان مثلا احمد رمضان بيكهام وشه جزامه جوه الملعب وباين قوي ان احمد شديد واحمد رفعت ركبيه ناحيه اليمين فتقرر انك تلعب بيه النهارده. بيتسو موسيماني ستايل والله ما فيش فايده والله.